أنا جيت القافلة الطبية وكان فيها دكاترة ممتازين، دكتور العظام ودكتور كويس جدا وكشف علينا، ودكتورة الأمراض العيون ودكتورة ممتازة جدا، وربنا يوفقهم يا رب. أنا مقيمة بشرم الشيخ وسمعت عن القافلة فجيت في الرويسات، وبصراحة موفرين جميع الدكاترة وجميع التخصصات موجودة، وإحنا كلنا مبسوطين إن هم موجودين هنا. أنا بشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بالصحة والناس، وبشكر وزارة الصحة كمان إن هم بدوروا إزاي يعالجوا الناس ويهتموا بيهم ولهم جزيل الشكر. وإحنا نطلبوش أكتر من كده، أهم حاجة الصحة، وفي بعض الصحة حاجة. ألف شكر لكل من ساهم وللدكاترة والناس اللي اهتمت بالناس، وهم بلفوا على المنطقة الصناعية وعاملين دعاية جامدة للناس إنها تكشف وتهتم بنفسها. أنا دكتور عمرو سعيد، أخصائي جراحة العظام. أنا طبيب مشارك في الكفرة الطبية للمجلس الطبي، المجلس أطباء من أجل السلام، تحت رعاية السيد الرئيس، تحت رعاية وزارة الصحة ومحافظ جنوب سيناء وشركة أسمنت الممتاز. إحنا جايين نقدم خدمة طبية لبعض الناس اللي ما بتقدرش توصل لأماكن بعيدة عشان تتلقى الخدمة الصحية. وزارة الصحة مجهزة الأماكن وساعدتنا الصراحة، وقفت معنا جامد جدا، والمحافظة ساعدتنا كمان بكل حاجة والتنقلات وكل حاجة، موقفنا الدنيا كويس قوي. وإحنا بنحاول إن إحنا نساعد الناس على قد ما نقدر، بنحاول إن إحنا نوصلهم خدمة طبية كويسة. شكرا.